Para pemirsa, di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, khususnya warga pondok pesantren Nasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Baiklah, saya akan membacakan Rotibul Aman ini, tetapi dengan level yang kedua. Artinya, level kedua ini, semua zikir dibaca satu kali saja. Semua zikir dan doa dibaca satu kali saja, kecuali istighfar tetap 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas tetap 11 kali, zikir Ya Latif 129 kali, dan syair li khamsatun 3 kali. Baik, saya akan memulai bacaan Ratibul Aman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة فما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنا عليكم بحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ لكل أواب حفيظ وإن عليكم لحافظين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الرب من المربوبين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الساتر من المستورين
حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا لطيف 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 يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل أطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطب بنا والمسلمين تحصنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف لا إله إلا الله أمان من الطاعون محمد رسول الله طعن في الطاعون حي صمد باقي وله كنف واقي سبحان الملك الخلاق لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا حسن بن علي، وسيدنا حسن البصري، وسيدنا شعب القدر الجيلاني، وسيدنا شعب الحسن الشاذلي، وسيدنا شعب عبد الوهاب، وسيدنا شعب عبد الوهاب شعراني، وسيدنا شيخ محمد سمان المدني، وسيدنا شيخ محمد رشد البنجري، وسيدنا شيخ محمد الهاشمي، وسيدنا شيخ هاشم الشعري، وسيدنا شيخ عبد الرشيد، والشيخ محمد خالد، وسيدنا شيخ عبد القادر عيسى، وسيدنا شيخ سعد الدين مراد، وسيدنا شيخ محمد زكي الدين إبراهيم، وسيدنا شيخ صالح الفرفور، وسيدنا شيخ عبد القادر أحمد السقاب، وسيدنا شيخ محمد علي الملك الحسني، وسيدنا شيخ محمد نعيم الجيلاني الأشرفي، وسيدنا شيخ محمد زيني عبد الغني، ولحضرة سيدنا شيخ يوسف بن محي الدين البخور الحسني، وسيدنا شيخ محمد فاضل الجيلاني، وجميع أولياء الله أجمعين أينما كانوا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول، وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة، دافعة لكل شر والبلاء والوباء، جالية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاء والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا جبار يا غفار يا ستار، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم، خلصنا من الوباء يا الله الأمان الأمان الأمان، يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني، خلصنا من الوباء
يا الله الأمان الأمان الأمان، يا من إليه يهرب العاصون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ اللاجئون، يا من إليه يفزع المذنبون، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان 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 يا الله، نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان، يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان، يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور، يا نور بعد كل نور، يا نور فوق كل نور، يا نور كل النور، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان، برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.